سرها في أولادنا وأهلينا وأصحابنا ونكون بها سعداء مسعودين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد باللسان الجامعة في الحضرة الواسعة صلاة تمد بها أجسامنا من جسمه وقلوبنا من قلبه وأرواحنا من روحه وأسرارنا من سره وعلومنا من علمه وأعمالنا من عمله وأخلاقنا من خلقه ووجهاتنا من وجهته ونياتنا من نيته وقصودنا من قصده، وتعود بركاتها علينا وعلى أولادنا وعلى أهلينا وعلى أصحابنا. اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم چاہتے ہیں کہ اظہار وحدانیت کے لیے کچھ الفاظ کہو جو بلا شبہ ہم لوگوں کے دلوں کی ترجمانی اور شریعت کی تقاضے کے عین مطابق ہے. یا سیدی یا رسول اللہ، یا سیدی یا حبیب اللہ، یا سیدی یا حبیب اللہ، یا لِمَنْ أَبَدًا
فدا على حبيبك ضاي للخلق كلهم مولايا مولايا صل وسلم مولاي صلي وسلم دائما أبدا.
للخلق كلهم
كل جميل. مولاي صل وبارك على حبيبك خالق الخلق كلهم. أصرف بادر أن توليه إن الهوى ما تولى يسمي أو يسمي. مولاي صلِّ وسلِّم دائما أبدا على وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. مولاي صل